بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عندنا في عقد إمام عاشور كارثة وانفراد مدوي، هحكي لحضراتكم بالتفاصيل. وأفشى يكسب إمام عاشور مفاجأة مدوية في صفقة الزمالك مع لاعب صن داونز كاسيوس ميلولا، انفراد جديد لحضراتكم. وكمان هنتكلم الشيبي بيسعى لحبس حسين الشحات، والزمالك ينتصر على الاهلي في صفقة الموسم، حظر تجوال في النادي الاهلي، وفرمان بوطيب يحدد صفقات نادي الزمالك. خلونا سلم عليكم جمهور نادي الزمالك النادي الاكثر تتويجا بالبطولات الافريقية في القرن العشرين. استاذن حضراتكم لو اول مرة تفرج علينا فاكيد هيسعدنا اشتراكك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل ولايك وشير للفيديو. اكيد لازم ابدا بالاباتشي، لازم ابدا بالاسطوره واقول له 1,000,000 مبروك يا اسطوره. شيكابالا منزل صوره على انستجرام بقرب افتتاح الاكاديميه بتاعته، اكاديميه شيكابالا. ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك يا شيكا، انت انسان محترم وقائد تاريخ النادي الزمالك ورمز واسطوره من اساطير نادي الزمالك. ربنا يكرمك يا شيكا وييسر لك كل خير. قبل ما ندخل في ضرب النار بتاعنا عاوز اقولك ان في فوضى في معسكر منتخب مصر قبل مباراة اليوم الهامة جدا امام بوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. امبارح كان في فوضى في معسكر منتخب مصر، حازم الهواري مالوش صفة جايب حماته عشان تسلم على محمد صلاح وتسلم على لعيبة المنتخب، مهزلة. وصاحب مصنع عسل نحل يبقى صديق اللعيبة، بعض اللعيبة داخل وبيتصور مع اللعيب. فالفندق عبارة عن هرج ومرج، ومعسكر المنتخب عبارة عن مش عاوز اقولك كده فرقة حسب الله 17. فموضوع غريب جدا، ربنا يستر على المنتخب النهاردة لان الوضع اللي حصل والاخبار اللي عندي اللي خارجة من المنتخب ان كانت سويقة، بالمعنى الحرفي كانت سويقة يعني. فخلونا يعني نتخطى الموضوع ده ونشوف النهاردة المنتخب هيعمل ايه. المسلوسي في تصفيات كأس العالم، المسلوسي كان بيلعب مع منتخب تونس امام غينيا الاستوائية وكسبه 1-0، وسمعت كمان ان المسلوسي ساهم في الهدف اللي فازت بيه تونس. فمبروك لتونس ومبروك للمسلوسي اللي كان بيلعب اساسي النهاردة مع منتخب تونس. من عاوز اقولك على حاجة، عاوز اقولك على حاجة وافكرك بحاجة بس انت مش عاوز تعمل لايك. المسلوسي ايه اللي خلاه اساسي مع منتخب تونس؟ الزمالك. بن شرقي كان اساسي مع منتخب المغرب ليه؟ الزمالك. طيب ساسي بينضم للمنتخب؟ لا. ليه؟ عشان مش من الزمالك. هو ده نادي الزمالك. ناصر ماهر دخل المنتخب ليه؟ زمالك. كله زمالك، كله زمالك. ف الزمالك مش هقدر اقول غير انه الزمالك. يعني حتى لو انت لعيب امكانياتك نص نص فوجودك في نادي الزمالك بيعليك وبيديك مكانة مختلفة يعني. تعالوا ندخل على موضوع تاني، الشيبي يسعى لحبس حسين الشحات. محامي الشيبي عرفت انه هيعمل استئناف، وطبعا محامي حسين الشحات هيعمل استئناف على الحكم اللي طلع، عشان محامي الشيبي هيقدم في الاستئناف انه عاوز يعني يغلظ العقوبة شوية اللي طلعت على حسين الشحات ما تكونش مع ايقاف التنفيذ. هو عاوز العقوبة تكون لا حبس فعلي يعني. ولكن اللي انا اعرفه في القانون، انا طبعا في القانون معلوماتي زي معلوماتي عن الفضاء، ما اعرفش اي حاجة في القانون، ولكن على ما اسمع لو حد قانوني يقول لي يعني، ان اللي بيعمل الاستئناف ده هو المجني عليه اللي هو حسين الشحات وليس الشيبي. دي نقطة. هنفترض انا كلامي غلط والاتنين ينفع يعملوا استئناف اللي هو الشيبي والشحات. فعشان يعملوا استئناف برضو اللي انا اعرفه ان لما بتيجي تعمل استئناف مش بتغلظ العقوبة، الاستئناف يا اما بتبقى العقوبة هي يا اما العقوبة بتخفف على المتهم. ده اللي انا اعرفه. هل كلامي صح كلامي غلط؟ ما اعرفش لاني مش قانوني. لو حد قانوني بيتفرج علينا يقول لي يعني انا صح في ايه وغلط في ايه. ولكن معلوماتي ان المتهم هو بس اللي بيعمل استئناف اللي هو حسين الشحات، وكمان لو حتى الشيبي ينفع انه يعمل استئناف ف
العقوبة اوريدي اصلا يا اما تبقى هي هي يا اما تتخفض ما تتزودش. فده بس اللي انا حبيت اقوله في موضوع الشيبي وسعيه لحبس حسين الشحات. عاوز كمان اتكلم معاك في نقطة مهمة جدا 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 جدا. عاوز اتكلم معاك في ان أفشة شارك في المران بتاع امبارح مع النادي الاهلي، شارك لدقائق معدودة، كان في كولر غضب شديد منه بسبب يعني من وجهة نظرهم يعني. هو طبعا أفشة ما كفرش، هو قال الحقيقة، ولكن الكولر ومدير الكرة في الاهلي حتى الكابتن الخطيب مش عاوزين الحقيقة دي، لان الحقيقة قد تبدو في بعض الاوقات يعني بتشعل الغضب في النادي الاهلي. ولكن أفشة شارك في التدريبات ومش هيقدروا انهم يعني يعملوا معاه حاجة اكتر من غرامة مالية هتكون متوسطة برضو، مش هتكون كبيرة قوي، هتوقع على محمد مجدي أفشة. عاوز اقولك ان الاهلي يفرض حظر تجوال على لعبته في الاعلام. الاهلي اصدر فرمان شديد بمنع ظهور اي لاعب في اي وسيلة اعلانية، لدرجة ان امبارح كان طاهر محمد طاهر في الطريق نزل ولبس وركب عربيته وفي الطريق ورايح يعني لابراهيم عبد الجواد عشان يطلع معاه في البرنامج ضيف، ولكن جاله تليفون في وسط الطريق: ارجع يا جماعة ده انا رايح، ارجع، مفيش حاجة اسمها رايح، في قرار لازم يتنفذ في النادي الاهلي. فرجع طاهر محمد طاهر والتزم بتعليمات الاداره وما سجلش مع ابراهيم عبد الجواد، دي تعليمات اداره، هم مش عاوزين يتعرضوا للي عمله محمد مجدي أفشة. ولكن انا عندي وجهه نظر معينه ان الاهلي اللي بيعمله ده صح، يعني فرض حظر التجوال ده صح، حتى لو اللعيبة بتاعتك بتعرف تتكلم زي الزمالك، فالظهور الكتير ده غلط، كلام الكتير بيغلط. دي وجهة نظري، مش عارف انتوا ايه وجهة نظركم. يعني انت تيجي تقول لي يا محمد ما دام لعيبة الزمالك عندها اتزان نفسي وخلاص يطلعوا في الاعلام بقى، ما يطلعوش ما دام ما بيعملوش مشاكل خلاص. وجهة نظري مش كده، وجهة نظري ان الاعلام والمذيع لازم يغلطك، لازم هيغلطك، اما غلطكش مع شحاتة هيغلطك مع شيكابالا، اما غلطكش مع شيكابالا هيغلطك مع عبد الله السعيد، لازم الاعلام هيعمل معاك مصيبة. فعشان كده بتمنى ان احنا نبعد عن الشر ونغني له ونعمل زي الاهلي. في مجاملات، انتوا عارفين انا اكتر واحد بتكلم على مجاملات الاهلي واللي بيحصل مع الاهلي وحظ الاهلي، ولكن للامانة عندهم ادارة حازمة حاسمة بتتخذ الرد الفعل في ثواني معدودة، عكس مجلس اداره الزمالك اللي بقاله 20 سنه عنده نيه انه يقاضي ابراهيم سعيد، عنده نيه. انما بقى على بال ما النيه دي يعني ايه، يعني حلني بقى على بال ما النيه دي تيجي يعني. طيب تعالوا ندخل على موضوع تاني مهم جدا 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 عاوز اتكلم مع حضراتكم فيه. عاوز اكلمك بقى يا سيدي على كارثه امام عاشور، وكارثة في عقد امام عاشور. الموضوع خطير جدا 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 جدا. ماله امام عاشور؟ امام عاشور بقى يا سيدي النادي الاهلي اللي انا لسه عارفه، وانا طبعا كلنا عارفين الاهلي اشترى امام عاشور ب 3 مليون دولار، بتخطى 3 مليون دولار، وده نفس الرقم اللي ميتلاند دفعه للزمالك. حلو حلو. الاهلي اللي انا عرفته المفروض ميتلاند باع اللعيب كاش، يعني ميتلاند باع امام، او ميتلاند اشترى امام من الزمالك فدفع فلوسه كاش، دفع للزمالك 3 مليون دولار كاش. فالمفروض ميتلاند هيبيع امام، يبيعه قسط ولا كاش؟ يبيعه كاش برضو، ما انا هشتريه هدفع 3 مليون دولار كاش، واجي لما بيعه راح واخد مليون ونص بس، وبعد كده المليون ونص التانيين على دفعات؟ لا طبعا، انا اشتريت كاش هبيع كاش، عشان لو انا اشتريت كاش وبعت قسط يبقى هنا فيها إنا، يبقى هنا فيها إنا، وفعلا الموضوع فيه إنا. الاهلي دفع لميتلاند مليون ونص دولار وحصل على توقيع اللاعب،
الموضوع ما كانش حد يعرفه. ايه اللي خلى الموضوع يطفو على السطح؟ حق الرعاية بتاعت امام عاشور، الرقم اللي هو 60,000 دولار للزمالك وغزل المحلة وحرس الحدود. فالزمالك عمل شكوى وغزل المحلة برضو عمل شكوى والحدود عملوا شكوى وعاوزين حق رعايتهم في امام عاشور. راح الاهلي طالع متكلم بسبب النقطة دي وبسبب إثارة الموضوع على الرأي العام. الأهلي طلع قال أنا دفعت 1.5 مليون دولار، والمليون ونص التانيين لما أجي أدفعهم هخصم منهم 60,000 دولار عشان أديهم للزمالك والحدود والمحل. حلو قوي. هو أنت يا أهلي خدت إمام عاشور بمليون ونص بس؟ أيوة، في 1.5 مليون تانيين هيدفعوا، أنا ما عنديش أدنى مشكلة معاك، ولكن ده امام عاشور بقاله في الاهلي داخله في سنه، والاهلي دفع 1.5 مليون دولار بس، ولسه 1.5 مليون التانيين ما اتدفعوش، لدرجه ان الاهلي يقول لك لما اجي بقى ادفعهم هخصم 60,000 دولار. سيبك من حق الرعايه اتكلمنا فيه. رحيل امام عاشور من الزمالك في لغز، واللغز ده بدا من مصر من قبل ما اللعيب يحترف. الموضوع طويل جدا، الموضوع فيه كواليس كتيرة جدا، انا عارف منه مثلا 70-80%، هبقى احكي لكم في مرة، ولكن لما يبقى الموضوع 100% عندي هطلع احكي لكم في مرة، هنعمل لكم حلقة مخصوص. ولكن تخيل ان الاهلي دفع لغاية دلوقتي 1.5 مليون دولار في امام عاشور بس، النادي دفع فيه 3 مليون دولار واخدهم لغايه دلوقتي 1.5 مليون دولار. هياخد الباقيين، ولكن الاهلي بيقول لما نبقى نيجي ندفع. هنيجي ندفع امتى؟ الله اعلم. فمهزله وكارثه جديده بنكتشفها في عقد امام عاشور. بما اننا بنتكلم على امام عاشور، فتعالوا اقول لكم خالد طلعت عمل احصائيه لجمهور الاهلي اللي بيعشق امام عاشور وبيعشق تراب امام عاشور. خالد طلعت عمل إحصائية ما بين أفشة وإمام عاشور، تعالوا أقول لكم مين أفضل مع الفرق اللي لعبوا فيها. محمد مجدي أفشة لعب 331 مباراة، وإمام عاشور لعب 174 مباراة. طيب دقائق اللعب، أفشة لعب 22,032 دقيقة، وإمام عاشور 11,747، فبرضه دقائق اللعب والمباريات لصالح محمد مجدي قفشه. الاهداف، محمد مجدي قفشه جاب 56 هدف، امام عاشور جاب 26، فبرضه الاهداف بتنتصر لقفشه. الاسيست، محمد مجدي قفشه 63 وامام عاشور 21، الارقام كبيره ما بينهم. اجمالي المساهمات 119 لقفشه و47 لامام عاشور، ومعدل المساهمة هدف كل 185 دقيقة لقفشة وهدف كل 250 دقيقة لإمام عاشور. يعني قفشة في عدد دقائق قليل جايب أهداف، بيجيب أهداف أكتر. فتعال بقى ندخل مع منتخب مصر. المباريات 21 لقفشة و16 لإمام عاشور. دقائق اللعب 1121 لقفشة و 878 لإمام عاشور. الأهداف 5 لقفشة و 0 لإمام عاشور. الأسيست 5 لقفشة و 2 لإمام عاشور. إجمالي المساهمة 10 مساهمات لقفشة مقابل 2 لإمام عاشور. هدف كل 112 دقيقة لقفشة وهدف كل 439 دقيقة لإمام عاشور. محمد مجدي قفشة بالأرقام يتفوق على إمام عاشور، ورغم كل هذا فجمهور النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي وكل الناس في النادي الأهلي مش بيدوا قفشة حقه، وبيدوا إمام عاشور أكتر من حقه. طبعا انتوا عارفين ليه بالظبط، عشان إمام عاشور هو اللي عارف يتعامل مع النادي الأهلي ومع جماهيره. تعال بقى بينا ندخل على مفاجأة جديدة في صفقة الزمالك المحتملة اللي كل الناس اتكلمت فيها، وهي صفقة كاسيوس ميلولا. كاسيوس ميلولا نجم صن داونز طبعا السابق، وبيلعب في دلوقتي في أحد الأندية الكندية. طبعا طلع كلام إن كاسيوس ميلولا والزمالك بيفاوضوا، اتكلمنا طبعا في الموضوع ده وحصل كلام، ولكن
الزمالك لم يرسل عرضا للنادي الكندي عشان يشتري كاسيوس ميلولا، ولكن اللي ارسل العرض للنادي الكندي هو نادي سان داونز، ارسل عرض رسمي والعرض تم رفضه، او مش تم رفضه، النادي الكندي طلب في كاسيوس ميلولا 2 مليون يورو، ونادي سان داونز ارسل عرض بمليون يورو، انما النادي الكندي طالب الضعف من سان داونز. الزمالك ما بعتش رسمي للنادي، والموضوع كان عن طريق وكلاء فقط، هم اللي عرضوا اللعيب على النادي. اعتقد ان صفقة الزمالك طارت، لان نادي الزمالك مش هيشتري لعيب ب 2 مليون يورو. انا جاي لكم دلوقتي، الزمالك عنده بلاوي مالية وعنده استحقاقات مالية لا يتخيلها بشر، فالموضوع صعب جدا. يعني صفقة الزمالك اعتبرها طارت، وكاسيوس ميلولا اعتقد صعب جدا يعني ان اي نادي يشتريه ب 2 مليون يورو، هيبقى الموضوع في غاية في الصعوبة. يعني تعالوا ندخل على صفقة نادي الزمالك اللي حسمها من النادي الاهلي. من هي هذه الصفقة؟ طبعا لولا حديث الاعلام والسوشيال ميديا عن هذا الموضوع ما كنتش هتكلم فيه، لان عندي تفاصيل من بدري ومش عاوز اتكلم فيه الا لما الناس كلها تتكلم فيه عشان اطلع لحضراتكم اتكلم فيه. الزمالك بيصارع الاهلي على صفقة مهمة. هتقول لي يا عم محمد، مش انت قايل بعظمة لسانك ان الناديين حلوين مع بعض، وقبل ما ياخدوا لعيب لازم يسألوا بعض؟ ماشي، بس اللي في القلب في القلب، والشغل اللي من تحت لتحت شغال، الله ينور. الزمالك من الموسم الماضي بيتكلم في يسري وحيد، لاعب الترسانة المعار لطلائع الجيش، وطلائع الجيش هيفعل بند الشراء، لانه معار بنية الشراء، هيفعل بند الشراء وهيكون موجود في طلائع الجيش. اللاعب بيلعب في طلائع الجيش من الموسم الماضي، وكان قريبا جدا في فترة الانتقالات الشتوية من الزمالك، ولكن رغبة الكابتن عبد الحميد بسيوني اللي شايف ان هو مش قادر يستغنى عن اللعيب دلوقتي لانه احد اعمدة الفريق، فالكابتن عبد الحميد بسيوني طلب من نادي الزمالك وطلب من الادارة بتاع طلائع الجيش، اصبروا عليا شوية ممكن نسيب اللعيب في الانتقالات الصيفية. فالكابتن عبد الحميد بسيوني تمسك باللاعب ووعد الناس كلها ان انا هسيبه في الانتقالات الصيفية عشان اقدر اجيب لعيب غيره، ويعني يكون موجود ويحل مكانه. يعني ادارة نادي الزمالك بتتكلم في الموضوع ده، واحمد خالد حسنين بيتكلم في الموضوع ده، ولكن من بعيد لبعيد، لان خاله الاستاذ طارق حسنين رئيس نادي الترسانة، ولكن هو اللاعب دلوقتي مش ملك نادي الترسانة. اللاعب للأسف او مش للأسف، طلع الجيش نادي محترم وما بيتأخرش عن الزمالك في حاجة، ولكن طلع الجيش هيفعل البند الشر، فبكده نادي الترسانة ملوش دعوة باللعيب. اللعيب بيلعب باك شمال وساعات بيلعب وينج، الزمالك محتاجه جدا، الزمالك داخل فيه بقوة. عبد الحميد بسيوني بيتواصل بشكل مستمر مع الناس في نادي الزمالك، وما عندوش مانع ان هو يسيب اللعيب وان شاء الله يكون موجود في نادي الزمالك. الادارة بتاع طلائع الجيش متساهلة جدا، جم شافوا وعاوزه، ادارة نادي الزمالك عاوزة اللعيب، وكانوا بيتكلموا عليه ومتمسكين بيه في فترة الانتقالات الشتوية، واللعيب زملكاوي وعاوز يلعب في الزمالك. غير الزمالك والكلام والحكايات والروايات، هو هيجي شايف ان فرصته في الزمالك افضل. هينافس فتوح، ولكن في نفس الوقت احمد فتوح اصاباته كتيرة، فهو شايف ان فرصة لعبه وظهوره مع نادي الزمالك هتكون بشكل افضل، عكس النادي الاهلي اللي فيه علي معلول. هتقول لي علي معلول مصاب؟ لا، علي معلول هيرجع، وبعد ما يرجع علي معلول وحش، زائد الاهلي خلاص اقترب من صفقتين اجانب بشكل كبير جدا، وهو يحيى عطية الله وزين الدين بالعيد، لسه كانوتيل برضو الاهلي داخل فيه، فالاهلي برضو داخل في صفقات كتيرة، فالولد خايف يروح الاهلي يمر باللي مر بيه خالد عبد الفتاح وحسام حسن بتاع سموحة وصالح جمعة والناس اللي كنا بنتكلم عليهم اللي بيروحوا الاهلي وبيموتوا هناك، دول بيموتوا من اللعب يعني. فاللعيب خايف وشايف انه الضمان عشان يلعب ويكون قريب من الاضواء والشهرة والفلوس والجماهيرية ومنتخب مصر والكلام ده كله، هيكون موجود في نادي الزمالك، وخاصة ان جماهير نادي الزمالك يعني السنين الاخيرة بقت جماهير يعني بتجذب، يعني لما تيجي تتفاوض مع اي حد او مع اي لعيب تقوله بس جمهور الزمالك، زي ما كان عبد الله السعيد بيقول في الحلقة مع ابراهيم فايق، بيقول لك الجمهور حاجة يعني، ده عبد الله السعيد اللي هو خبراته لعب قدام جمهور كتير بيتغزل فيه جمهور نادي الزمالك يعني.
فجمهور نادي الزمالك حاجه بسم الله ما شاء الله، يعني ايه تحس كده ان انت تعرف يعني كارت تعرف تتفاوض بيه مع اي لعيب يعني. تعالى بقى احكي لك موضوع بطيب من طقطق لسلام عليكم. اللي ماسك الملف ده الاستاذ عمرو ادهم. استاذ عمرو ادهم بيتواصل باستمرار بشكل شبه يومي مع محامي خالد بطيب، مش وكيله، محاميه. استاذ عمرو ادهم عرض على خالد بطيب، هنديك الفلوس بتاعتك على 4 دفعات، وقدم عرض للمحامي بكده. المحامي اخذ العرض وبيدرس العرض مع اللاعب، وكذلك الاستاذ عمرو ادهم تواصل مع محامي باتشيكو، نفس الكلام، احنا هندفع الفلوس على 4 دفعات، ايه رايك نخلص القصه؟ حتى الان لا ده رد ولا ده رد، لسه ما ردوش على اداره نادي الزمالك، وطبعا هم في موقف قوي يعني. القصه اللي انا عاوز اقول لك عليها اني بنسبه مش قليله، ولكن كل شيء جايز انه يتغير، ولكن بنسبه ليست بالقليله يعني، خالد بطيب مش هيقصد. ليه؟ لانه هو عارف ان الزمالك عاوز يدفع القيد، والزمالك مجبر على السداد، خد بالك الزمالك مجبر على السداد، وهيدفع غصب عنه عشان عاوز يفك القيد عشان يجيب صفقات. وطبعا هو متابع اكيد محاميه الوضع في مصر، جمهور الزمالك ضاغط وعاوزين صفقات ومش عارف ايه، فطبعا عشان تجيب صفقات قبل ما تقول سلام عليكم في الصفقات لازم تكون دافع ورافع القيد. فابو طيب عارف ان هو كده كده الزمالك مزنوق، وعارف ان هو كده كده هياخد فلوسه، فليه قسطها؟ عارفين المثل البلدي اللي احنا بنقول ابنك في حضنك ولا في حجرك هروح ادور عليه ليه؟ ما ابني في حضني ولا في حجري هروح ادور عليه ليه؟ فابو طيب يقول لك انا فلوسي كده كده هاخدها كاش، لان الزمالك مضطر انه يدفع كاش. طب انا ليه اجدول وليه اقسط والقسط التالت اصل مش عارف ايه اصل احنا طب استنى علينا شويه وعلى بال ما الزمالك. هتقول لي ما هيبقى في عقد مكتوب، انا معاك هيبقى في عقد مكتوب وشروط جزائيه والكلام ده كله، ولكن على بال بقى ما المحامي يرفع القضيه وتاخد مش عارف ايه والكلام ده كله يكون الزمالك جهز القسط، فهيكون اتاخر على اللعيب. فاللعيب يقول لك طب انا جاي عليا بايه؟ وانت حط نفسك بقى مكان بطيب، انت كده كده الزمالك مضطر انه يدفع، زي موضوع لشبونه برضو هيقسط ومش، وفي نفس الوقت لشبونه عارف ان الزمالك مزنوق وممسوك من رقبته، قال لك المبلغ توتو على كبوته، فابو طيب توتو على كبوته، وبنسبه كبيره الا اذا نجح بقى الاستاذ عمرو ادم اللي شغال في الملف ده بصراحه بشكل كويس جدا، الا لو الراجل نجح ان هو يفك اللغز واللوغاريتم ده ويقسط مع خالد بوطيب، انما لغايه دلوقتي اللعيب عاوز ياخد فلوسه كاش. وده اللي هينقلنا لصفقات الزمالك، ان بوطيب لو اخد جزء ولو قسط على 4 دفعات ده هيساعد اداره نادي الزمالك انها تاخد نفسها، هيساعد اداره نادي الزمالك انها تعرف تجيب صفقات، تعرف تدي بن شرقي مقدم تعاقد. يعني لو بن شرقي جه قال لك انا عاوز مقدم تعاقد هتدي له منين وانت لسه دافع 2.5 مليون يورو او 2.4 يعني، فبرضو الرقم كبير، فلما تقسطه تقدر تتنفس بقى في صفقة بن شرقي، تقدر تتنفس في لسه بنتكلم على يسري وحيد، تقدر تتنفس تشوف صفقة من هنا صفقة من هنا، الحكاية الرواية تقدر تنفس عن روحك. انما هتدفع ال 2 مليون و 400 الف يورو لوكشة واحدة هيأثر على الصفقات، بدل مثلا سي ما هتجيب 8 صفقات هتبص هتلاقي نفسك بتجيب 4 صفقات او 3 صفقات، هتبص هتلاقي نفسك مش قادر تجيب لعيب اجنبي عشان ما عندكش عملة صعبة، خلصت كل العملة ودفعت اللي وراك واللي قدامك في قصة بطاي ده، انت كمان باتشيكو نهاية الشهر الجاي يعني، ممكن كمان باتشيكو ده كمان ضربة يعني ساسي، او في قضية ولكن لسه شوية ممكن تستنى على الموسم اللي جاي. لما بكلمك في اخطر قضيتين هو بطيب و باتشيكو، والاتنين موقفك فيهم مش قوي، فإدارة نادي الزمالك عايزة تقسط عشان تاخد نفسها في الصفقات. بطيب قسط إن شاء الله صفقات الزمالك هتكون من العيار الثقيل. بطيب رفض يقسط زي المعلومة اللي هي عندي بتقول لي إن بنسبة كبيرة، مفيش حاجة مستحيلة، مفيش حاجة نهائية، ولكن بنسبة كبيرة بطيب مش هيقسط، يقول لك ابني في حضني أروح أدور عليه ليه؟ وعدم تقسيط بطيب للزمالك هي كارثة في صفقات نادي الزمالك. وعشان كده لازم الزمالك يصارح جماهيره
زي ما برشلونة عملت وتشافي طلع قال والإدارة طلعت قالت بتاعت برشلونة احنا هنقعد 5 سنين مش هنقدر نجيب صفقات، احنا مش هنعمل زي ريال مدريد اللي معاه فلوس ومش هنقدر نعمل زيه، وطلعوا صرحوا الناس والجماهير، اطلعوا صرحوا الناس، طلعوا من الناشئين هيوفر عليكم ملايين، اهتموا شوية بالقطاع بتاع الناشئين، دخلوا لعيبة الفترة اللي جاية في ماتشات الدوري، دخل احمد رفاعي نشوفه يعني رجع نيمار للحياه تاني، وريني اللي هو ايمن امير عبد العزيز، وريني مش عارف محمد السيد هيرجع لك، ما تقوليش هجدد اعاره ماجد هاني واجدد اعاره حمدي علاء، لا هاتهم ويلعبوا معاك وياخدوا ماتشات، رجع حسام اشرف يتالق ويبقى هداف الدوري مع الزمالك زي ما هو هداف الدوري مع البلديه. لازم تعمل كده يا فندم، ده انت اشرف بن شرقي بس طالب قرب ال 2.5 مليون دولار، يعني 123 مليون جنيه، وكمان انت عندك تجديد زيزو رقم كبير، زيزو هيجدد برقم كبير لان زيزو الراتب بتاعه اوريدي رقم كبير، وكمان انت داخل على باتشيكو الغرامه بتاعت باتشيكو، وكمان انت داخل عندك قسطين 70 مليون جنيه اللي هم يعني اللي هم بتوع القروض، الاقساط بتاعت القروض 70 مليون جنيه، ده غير رواتب العمال والموظفين واللعيبه سواء العاب الصالات او كره القدم، فالوضع صعب جدا، واداره نادي الزمالك بتمر بظروف، انا عارف هاجمنا وعملنا بسبب البطء وبسبب بنهاجم، ولكن بصراحه برضو ما هو الناس دي عمالين بيدفعوا في ملايين وهم ما عملوهاش، وانتوا عارفين مين اللي عمل ومين اللي السبب اللي احنا داخلين في حيط عشانه. فاتمنى اني نادي الزمالك يصارح جماهيره، وفي نفس الوقت لازم نادي الزمالك يفكر بشكل مختلف، لازم نادي الزمالك يتعاقد مع بيت خبره من بيوت الخبره العالميه، يا فندم الكلام ده في كل الدنيا، لازم نادي الزمالك يعمل تخطيط لل5 سنين اللي جايين، تخطيط مالي وتخطيط مستقبلي للخروج من هذه الازمه. اتكلمنا الفتره اللي فاتت لازم الزمالك يتعاقد مع مكتب الدكتور كمال شعيب، اتاخروا كتير وانا طلعت قلت لكم الناس اللي فاكره معايا دكتور كمال شعيب هو اللي هيعرف يكسبكم القضايا بتاعه الزمالك قدام الناس اللي رفعوا عليه قضايا، وبالفعل دكتور كمال شعيب كسبهم كل القضايا اللي الراجل دخلها، مش كل حاجه رجال اعمال، مش كل حاجه رجال اعمال، وما ينفعش ان النادي يبقى اعضاء مجلس الاداره عندهم شركات وسايبين النادي. طب انت دخلت انتخابات ليه؟ ده انت يا فندم لازم تشتغل 24 ساعة، يعني ساعة عندكم بطء شديد في كل الملفات، وقبل ما تيجوا احنا دارسين كل حاجة واحنا عارفين كل حاجة، ومش شايفين يا فندم ولا دارسين ولا عاملين اي حاجة. لو احنا كجمهور شايفينك ان انت بتخطط وماشي صح ويعني منشف الحنفية شوية او قافل الحنفية شوية هستحملك، انما انت لا بتصارحني، وفي نفس الوقت حتى الحاجات المعنوية زي الشكاوى وانك تجيب حقوق لعيبتك والكلام ده كله مش موجود للأسف، يعني للأسف مش موجود، فلو كان ده موجود كنا ممكن بترجع لنا حقوقنا المعنوية وبتحارب على حقوق نادي الزمالك هنستحملك، انما للأسف انت لا بتحارب ولا في خطة مستقبلية ولا في قراية للمشهد خلال السنين القادمة. انا سعدت جدا بيكم ومش طول عليكم، وان شاء الله دايما نتقابل على خير وصحة وسعادة. لو انت بطل ومكمل معنا للنهاية اكتب لنا في التعليقات انك بطل، وما تنساش اشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ولايك وشير للفيديو. اشوف حضراتكم على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم، مع الف سلامة.